لبلد ما، فئة ما، مجموعة ما، هل هذا يدخل في الأمر الجائز أم الممنوع، المباح والمشروع أم الحرام والممنوع؟ وكيف إذا كان هذا الأمر يتعلق بأمر يمس النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؟ حكمه باختصار، تعالوا أيها الأحبة الكرام نتعرف على هذا الأمر. في وسائل الإعلام العربية وللأسف الشديد والإسلامية ظهر البعض ليقول بأن هذا جرم وهذا حرام، ولا يجوز للإنسان أن يقاطع بضائع فرنسي. ليه يا أيها المتفلسف؟ لماذا أيها المتحذر؟ قال ما فيش دليل على كده وده حرام، يحرم هذا من ناحية شرعية. ماشي، طب إساءة هؤلاء القوم مكر أو سماع مكر لهذه الإساءة أن تكون موجودة ويقول أن هذا من حرية التعبير؟ طيب إذا كان ذلك من حرية التعبير، أليس من حقي أن أعبر عن الآخر عن ذلك؟ هذه أيضا حرية التعبير. كيف يسمح لهذا الرأس أن يترك هذه الإساءات وتلك البذاءات للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يمثل قرابة 2 مليار ويقول أن هذه من حرية التعبير؟ طيب خلاص، وهذه من حرية الفعل والتعبير، أنا من حقي أن أعبر عن هذا الأمر. وبعدين ماذا صنع الناس؟ الناس قالت لن نشتري هذه البضائع. هل هذا الأمر جائز أم ممنوع؟ عند من يأتمرون بأوامر أسيادهم سيقولون بأن هذا حرام مطلقا، وإذا جاءكم الأمر من أسيادهم ستجد هذه الأفواه وتلك الميكروفونات تعلي أصواتها لتقول لا والله يا حرام حرام. ليه ما نعملش كده؟ لا، هنا يجوز لنا أن نقاطع. لكن دعونا باختصار شديد نتكلم في نقاط محددة. واحد، يعني مقاطعة اقتصادية. مقاطعة اقتصادية يعني الإنسان يمتنع عن شراء بضاعة معينة من طرف معين، يمتنع عن الشراء أو البيع. دي يعني قضية سهلة وبسيطة جدا للغاية. طيب هل هذه الوسيلة تم استخدامها في القديم أو في الحديث، ولا المسلمين هم أول من يستخدم هذا؟ دي وسيلة قديمة جدا 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 للغاية بالمناسبة. قصة سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف عليه السلام لما قالوا إخوته دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، قال لهم إيه؟ إيتوني بأخ لكم من أبيكم، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا. مش دي ها؟ هذه نوع من أنواع الحصان الاقتصادي، مقاطع لو الشكيب مش شديد مقاطع. والقرآن لم يتحدث عن ذلك، فهذا نوع من أنواع الإقرار. اثنين، سنة 1921 سعد زغلول في احتلال الإنجليز لمصر حدث بعض المواقف فأعلنها صريحة في ذلك الوقت مقاطعة الإنجليز، وسحب المصريون ودايعهم من البنوك الإنجليزية ولم يتحدث أحد. لماذا؟ هذا كان أمر موجود. سنة 1945 الحرب العالمية الثانية، كثير من دول أوروبا قاطعت البضاعات الألمانية. مقاطعة لماذا؟ لأن ألمانيا في ذلك الوقت كانت تحتل عدد، كانت يعني لها ما لها في الحرب العالمية الثانية. طبعا ما يعني غاندي معروف، غاندي معروف في مقاطعته للبضائع الإنجليزية، مش ده واقع تاريخي؟ طب أما ليه إحنا؟ يبقى النبي يوسف عمل، الهنود عملوه مع الإنجليز، أوروبا عملته مع ألمانيا، هل سعد زغلول والمصريين عملوه مع الإنجليز؟ هل إذا جاء المسلمون الآن وفعلوا ذلك من باب الحب ومن باب العاطفة ومن باب الإيمان ومن باب العقيدة ومن باب الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام يطلع متنطع
يقول هذا جائز وهذا حرام وما تقطعوش، اصل النوايا مش كويسه. ماشي يا سيدي، من يتحدثون عن المقاطعه نواياهم غير سليمه؟ ممكن حضرتك تقاطع وتبقى نيتك سليمه؟ ها ممكن ولا ايه؟ ولا هي خلاص بقول لك نواياهم؟ لا، دول عايزين يكسبوا مواقف. اصل دول يا سيدي الفاضل انت اكسب موقف كويس وخليك جدع انت بقى ودافع عن النبي عليه الصلاه والسلام. والعجيب ان هؤلاء الذين يتحدثون عن ذلك في بعض الدول العربية والإسلامية هم يقاطعون ويحاصرون بعض الدول الإسلامية. يبقى ينكر على الناس ما يفعلونه. فإذا فعلت هذا بدافع سياسي، أفلا يحق للمسلم أن يفعل ذلك بدافع ديني وإيماني؟ طيب في أدلة على كده ينفع؟ في أدلة. أنا قلت لك الكلام ده كناحية تاريخية. تعال بقى نتكلم كده بكل صراحة وببساطة شديدة جدا للغاية. هل هناك من الأدلة الشرعية التي تبيح لنا أن نقاطع طعام ناس؟ دعنا نقول في البداية أن التعامل مع الناس، كل الناس بغض النظر عن إيمانهم، مسلمين أو غير مسلمين، يهود أو نصارى، موحدين أو ملحدين، الأصل في ذلك الإباحة. يجوز لك تتعامل مع كل الناس، مع كل الأشكال، مع كل المعتقدات، تبيع وتشتري. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود وتعامل مع النصارى بيعا وشراء. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند رجل يهودي، الدرع بتاعه رهنه عند رجل من اليهود. إذا الأصل في المعاملة مع الناس، كل الناس، الأصل فيها الإيه؟ الإباحة. فيش تحريم خالص. لكن لو أنا جيت وأخذت موقف لسبب معين، هل يلومني أحد؟ لا يلومك أحد. لماذا؟ لأني المقاطعة في مثل هذا الأمر ليست من أمور العبادة، ولكن من أمور العادات وليس العبادات. أمور العادات لا تحتاج إلى دليل. أنا قدامي 10 محلات موجودين في الشارع، بتعدي أنت كده في السيتي وأنت ماشي، كم عربية فيها، ده فيها قهوة وده فيها أكل، تاخد منين؟ خد مطرح ما أنت عايز. طب لو سبت ده ورحت عند التاني مفيش مال، لو سبت الشارع كله ورحت شارع تاني مفيش مال. هشتري عربية، أجيب تويوتا ولا أجيب هوندا ولا هونداي ولا أجيب مرسيدس؟ ما تجيب اللي تجيبه، أنت محتاج دليل في ده. مش عايز أجيب من دي، ما تجيبش. القضية الأول دي الإباحة. لكن تقول لي عايز دليل على إن المقاطعة جائزة؟ الأصل أني لا أحتاج إلى دليل. ها الأصل في هذا أن لا يحتاج الإنسان إلى دليل، لأن هذا من أمور العادات، فالأصل فيه الإباحة. آخذ من مكان من عايز وأقاطع من أريد، وخصوصا إذا وجدت مصلحة في المقاطعة. يبقى المقاطعة إذا وجدت مصلحة، إما أن تكون المصلحة متيقنة أو مضمونة، فيجوز لك في هذه الحالة أن تقاطع إذا وجد السبب. تمام، اتفقنا على دي. لكن لو عايز دليل، تعال يا عم الحق، ما أكثر الأدلة في هذا الإطار؟ واحد، بالمناسبة الأول، المقاطعة هذه قد تستخدم في الخير وتستخدم في الشر. مش قريش قطعت النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة كم سنة؟ 3 سنوات، من شهر المحرم سنة 7 من البعثة إلى شهر المحرم سنة 10 من البعثة، قطع النبي عليه الصلاة والسلام. لا يؤكلوه، اللي هم بني هاشم مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقاطعوا النبي، فلا يؤكلوا النبي ولا بني هاشم، ولا يبايعوه، ولا يشتروا منه، ولا يناكحوهم، وأعدوا 3 أعوام على هذا الأمر. إذا هذا جائز؟ نعم جائز، لكنه إن جاز في الشر واستخدمه أهل الشر فيجوز للمسلمين أن يفعلوا ذلك. في سنة 9 في غزوة تبوك، في 3 من الصحابة عصوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم المخلفون، وعلى 3 الذين خلفوا. قطعهم النبي ولا ما قطعهمش؟ مقاطع، مش كده ولا ايه؟ قد تحدث القرآن عن ذلك بالتفصيل في سورة التوبة. وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هذه مقاطعة. ألا تجوز مقاطعة أهل المعاصي؟ تجوز مقاطعة أهل المعاصي. هجران أصحاب المعاصي يجوز أم لا يجوز؟ يجوز أن يهجر الإنسان أصحاب المعاصي. طيب قضية الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، نعم ينفع ولا ما ينفعش وهاجر من يسيء إلى النبي؟ بغض النظر مسلم ولا غير مسلم، من يسيء إلى النبي أو يسيء إلى شرع الله جل وعلا
أنا من حق إن أنا أقطعه. لماذا؟ هذا نوع من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سيدنا ثمامة بن أثال رضي الله عنه وأرضاه دخل الإسلام. وثمامة هذا كان من أهل اليمن. دخل الإسلام، وبعد ما دخل الإسلام كان أصلا رايح يعمل عمرة، فذهب بعد إسلامه إلى مكة ليأتي بالعمرة. فلما ذهب إليهم وعلموا أنه قد أسلم يقولوا صدق، قال لهم من آمنت والله لا تأتيكم حبة حنطة حبة قمح لن تصل إليكم حتى يأذن لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هيجيلكم ولا حباية قمح واحدة من اليمن. أنا ألي حصار ولا مش حصار؟ هذه مقاطعة وليست مقاطعة، هذه مقاطعة. خذ من آيات الله جل وعلا التي تحدثه بأنك إذا فعلت شيئا يغيظ الأعداء فأنت تثاب على هذا. سورة التوبة، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. يبقى لما تقطع بقى لبشري وبكر الضحك وغيره لا يلومني احد، انا افعل هذا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، دفاعا عن النبي عليه الصلاه والسلام. قلنا قصه سيدنا يوسف عليه السلام، فان لم تاتون به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. مش كده ولا ايه؟ انت جاي تمنعني؟ تفكر قصه سيدنا غزو بني المصطلق، سيدنا عبد الله بن ابي بن سلول. عبد الله كان ولد مؤمن صالح، وابوه عبد الله بن ابي بن سلول كان منافق. لما قال ما قاله للنبي عليه الصلاه والسلام، لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. ووصل الكلام للنبي عليه الصلاه والسلام وقال للصحابه طب يلا بينا نتحرك. علم ولده عبد الله بذلك، فجه النبي قال له انت عايز تموت الراجل ده؟ انا موته اللي هو ابوه. قال له لا ترفض ويسيبك منه. فوقف لأبيه على أبواب المدينة، قال والله لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي مقاطعة ولا مش مقاطعة؟ مقاطعة، ما دي كلها مقاطعة، سببها مقاطعة. خلي بالك هنا المقاطعة سببها مين إيه؟ الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقد تكون مقاطعة في التعامل، قد تكون مقاطعة في الأكل والشرب اللي هي المقاطعة الاقتصادية. في جنوب أفريقيا في فترة ما يسمى بالعنصرية الموجودة كانت كثير من الدول تقاطعها، وأنا أزعم أنه ليس هناك من دولة على ظهر هذه البسيطة الآن إلا ولها نوع من أنواع المقاطعة مع دول أخرى. مش ده الواقع؟ يجينا الواحد بعد كده يقول لك أصل أنتم لا تريدون بذلك وجه الله. ماشي يا عم، لا نريد بذلك وجه الله. ممكن حضرتك تقاطع وتريد بذلك وجه الله؟ ما تقاطع يا أخي، يا أخي اللي عندك دم أو اسكت. النبي عليه الصلاة والسلام كما تحدثنا قبل ذلك ده شرفنا، هذا عندنا، هذه كرامتنا. ينفع بعدين كده في الجامع واحد يخش كده يشتمك وتقول له حقوق، وبعدين بعد ما يشتمك يقول لك ايه؟ حرية التعبير. قاعد بتاكل في المطعم وبتشرب كده، وبعدين يجي واحد يشتمك يقول لك دي حرية تعبير. هل القانون يا اخوانا قولوا لي في قانون يبيح هذا؟ في قانون في الدنيا يبيح هذا الامر؟ لو حصل لواحد موقف كهذا، دي سب، عفوا سامحوني في اللفظ، سبك وسب ابوك وسب والدتك والعيله والقبيله والدين والمله، وتقول له لا، حريه تعبير، حريه تعبير. وبعد اذا كانت حدود حريه التعبير لها حدود في مثل هذه المواقف، يبقى لابد ان يكون هناك حريه التعبير فيما يتعلق بالأديان. أنا لا أتحدث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما أتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام محمد، وأتحدث عن موسى عليه السلام، وأتحدث عن عيسى عليه السلام، وأتحدث عن نوح عليه السلام، وأتحدث عن إبراهيم عليه السلام، وأتحدث عن كل أنبياء الله من آدم حتى محمد صلوات الله وسلامه عليه. تعال اللي عايز ينقض الإسلام ينقض الإسلام. أي حد، أي كاتب من غير المسلمين يجي الإسلام يتكلم فيه ينقض كما يشاء ويقول اللي عايز يقوله. لا يدخل في يعني ما يسمى بالنقد العلمي. وكم من الكتب التي ألفت في نقد الإسلام. حتى إحنا عندنا كمسلمين عندنا أساليب النقد، لكنها لا تنقض النصوص المقدسة قرآن أو سنة، وإنما تنقض آراء الفقهاء والعلماء. تنقض عايز تنقض
قول والله قول الإمام مالك هذا أنا لا غير مقتنع به. ليه؟ لأن الدليل ضده على العين وعلى الرأس. قول الإمام الشافعي في مسألة كذا والله أنا يعني أعتقد أن هذا قول صحيح بمزاجك مش عندك دليل. لكن دي تقول لي الآية دي مش عجباني، لا تعالى اتعلم الحديث ده مش عاجبني، تعالى اتعلم الأول. ففي فرق بين النقد للمقدس، واحنا المقدس عندنا ايه؟ قرآن وسنة، الله والرسول، ما جاء عن النبي، ما جاء عن الله جل وعلا. غير كده من أول كلام سيدنا أبو بكر وانت نازل انقد فيه كما تشاء، قول اللي انت عايزه. لكن يقعد واحد من دول قدام كاميرا من الكاميرات في قناة من القنوات وبيقبض فلوس أصلا من الشعب ويقعد يتكلم يقول لك أصل المقاطعة مقاطعة فرنسا حرام. طب وإساءة النبي عليه الصلاة والسلام حلال ولا حرام؟ معاه جنسية فرنسية. ها؟ معاه الأخ ده معاه جنسية فرنسية. طيب ما هو طبعا بقى، وحتى يعني هبقى أن الإنسان معه الجنسية الفرنسية واجب عليه أن يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، واجب عليك أن يدافع عن عيسى عليه السلام، واجب عليك أن يدافع عن موسى عليه السلام. ولذلك القضية ليست قضية النبي عليه الصلاة والسلام محمد فقط، وإنما القضية تتعلق بالمقدس، القضية تتعلق بكل شيء له قيمة عندنا وليس أعز عندنا بعد الله جل وعلا من أنبياء الله سبحانه وتعالى. ليه؟ وفي مقدمته محمد عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. دي القضية لابد أن تكون واضحة. فما تلاقي واحد يقول لك لا كفاية هذا كده، قول له لا، أنت تحتاج أن تراجع نفسك، تراجع الحب للنبي عليه الصلاة والسلام، تراجع العقيدة، تراجع الإيمان. لأني ليس عندنا أفضل ولا أحسن ولا أولى ولا أعظم من النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. تفضل. المسألة دي بتتعلق بالولاء والبراء. نعم. أو البغض والكره. يعني الولاء والبراء لله عز وجل. اي واحد حتى لو كان الانسان ده مش يهودي او نصراني او مسلم، حتى لو كان واحد يخصه من اهله، طيب يسيء لربنا عز وجل، فهنا الولاء والبراء لله عز وجل ادحيه، والكره والحب لله. فين السؤال؟ السؤال الرسول اساسا بيقول والذي نفسي بيدي لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه هواه تابع عن كلام جاي. طيب برضه في السؤال، هو السؤال كل واحد يرجع نفسه، ده مش سؤال، ده بقى اضافه، ده تعليق، ده اضافه. اه جيد. هو بيقول سؤال فانا عمال ادور على السؤال مش لاقي سؤال. انا عندي سؤال يا دكتور. اتفضل. انا سمعت فتوى. كلام جيد، كلام جيد. طيب اتفضل. سمعت فتوى امبارح غريبه جدا، مش عارف عايز اتحقق من مصداقيتها. نعم. ان قال ان كل من اساء الى الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز قتله. ده قول الامام ابن تيميه وبعض فقهاء المسلمين. الكلام ده صحيح؟ انت كنت غايب الاسبوع اللي فات. كنت غايب والنور بطيء الاسبوع اللي فات، وفي الثلاثة وفي الجمعة وفي الثلاثة انا وضعت هذا. انا كنت غايب فعلا. اه نعم. شوف يا سيدي الفاضل اختصارا شديد، اللي ابن تيمية لم يقل هذا الكلام بالمناسبة، من قال هذا هو لم يقرأ كتاب ابن تيمية رحمة الله عليه صار من المسلول في الرد على شتم الرسول. هو كتب كتاب كده لان كان في واحد اساء للنبي عليه الصلاة والسلام. اما اذا باختصار شديد، إذا كان الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مسلما باتفاق العلماء كافر، حكمه ده إيه؟ كافر، يرفع أمره إلى ولي الأمر وولي الأمر يحكم عليه. مثل هذا بالضبط كما قلت في المرة اللي فاتت، ده بالضبط أشبه ما يكون بالخيانة العظمى. واحد بتقول النبي رسول الله يسبب النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما تقول البلد دي كذا يقول لك يروح، ده خيانة عظمى. لكن إذا هذا إذا كان مسلم. أما إذا كان غير مسلم، لو هو غير مسلم يبقى الحكم هنا إيه؟ لا، الأمر مختلف. مختلف في إيه الأمر؟ الأمر مختلف إن هو أصلاً ما هو كده كده كافر. هتقول إن هو كافر، ما هو كافر. طيب الحكم هنا إيه؟ نعمل إيه؟ الحكم هنا يرفع أيضاً إلى القضاء. ولم يتفق العلماء
على قول واحد في من سب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان غير مسلم، إذا كان غير مسلم. بعضهم قال يقتل، يعني يفعل أمر إلى الحاكم والحاكم أو القضاء يحكم عليه بذلك، ده حكم في الشريعة الإسلامية. وبعضهم قال لا بل يعذب، هو أصلا كده كافر كافر وإنما يعذب. لكن أنا قلت في المرة الماضية لابد أن نفرق بين ما قاله ابن تيمية رحمة الله عليه أنه كان يتحدث عن نوعين من الناس. النوع الأولاني مسلم يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو غير مسلم يسب النبي ما قاعد فين؟ قاعد في بلاد المسلمين. الحال دلوقتي إن غير مسلم يسب النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في بلاد غير المسلمين، وفي نفس المكان اللي هو فيه فيه 5 مليون مسلم موجودين، فالصورة غير. ولذلك أنا قلت بأن قتل المعلم الفرنسي هذا خطأ، هذا خطأ قتله خطأ. وحتى لو قلنا بأن في من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين العلماء قال يقتل، لا يقتل، بس من يحكم بهذا؟ وبعدين من ينفذ؟ نعم يرفع على ولي الأمر، القضاء موجود في السلطة القضائية وبعض السلطة القضائية، يبقى السلطة التشريعية تقول أنه كافر، السلطة التشريعية تقول أنه يقتل، السلطة التشريعية بعد ما تقول الكلام ده السلطة القضائية تأخذ بهذا، بعد ما تقول السلطة القضائية هذا يروح السلطة التنفيذية وأنت راجل بتاع قانون. فإحنا عندنا 3 سلطات موجودين، سلطة تشريعية، سلطة قضائية، سلطة تنفيذية. إحدى البعض أحياناً بيأخذ تأخذه الحماسة ويجعل من نفسه سلطة تشريعية وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيراً ونفع الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله.